يطلع ايه الكونكتور ده يا دكتور؟ الوصله بين البونتك والريتينر. البونتك في النص اهو والريتينر على الجنبين. الالتحام اللي واصل اللي وضع الموضوع بينهم دول اسمه الكونكتور. يبقى ايه هو الكونكتور يا دكتور؟ يقول لحضرتك ده بارت من البريدج. بارت من البريدج بيعمل جويننج لمين؟ للبونتك على الريتينر. وخلي بالك من حرف الاس، بونتك او بونتكس يعني واحده او اكثر، للريتينر او ريتينرز واحده او اكثر. يبقى ينفع يبقى ريتينر واحد او اكثر من ريتينر، وينفع يبقى بونتك واحد واكثر او اكثر من بونتك. المهم ان كلهم مع بعض ملتحمين، اللي بيلحم دي في دي في دي في دي هو الكونكتور. ماشي ماشي. طيب في معلومه تانية عايز تقولها لي يا دكتور؟ عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. ايه هي انواع الكونكتور اللي قدام حضرتك ده؟ ده بونتك هنا قدامك في النص، وده ريتينر وده ريتينر، وكلهم ملتحمين سوا زي ما حضرتك شايف اهو. تمام. طيب الالتحام اللي حضرتك شايفه ده كده اسمه ريجيد كونكشن، ريجيد كونكتور. يعني ايه يا دكتور كلمه ريجيد دي؟ معناها ايه؟ يعنيها ببساطه التحام لا يمكن فصله، ملتحم التحام شديد جدا جدا، قطعه واحده على بعضها زي ما حضرتك شايف. هو ده ايه يا دكتور؟ معلش، هو ايه الصوره دي؟ هو ده ايه؟ يقول لحضرتك ده حاجه اسمها الميتال كوبينج. مش فاهم اي حاجه، انت فاهم حاجه؟ وبصراحه انا تعبت وعصبي تعب. لا مش انا، انت يعني، وانا والله كمان عصبي تعب. المهم ما عليه، خلينا نقول ببساطه. فاكر يا دكتور زمان زمان قوي، يعني مش قوي يا بابا، لما بدات معاك المنهج قلت لك ان عندي حاجه اسمها فول فينير من غير الاي دي، وقلت لك ده ميتال بالكامل. هو ده يعني، يعني ده بريدج ميتال يعني؟ اصبر بس. وبعد كده قلت لك في حاجه اسمها الاي دي، حاجه اسمها فينيرد بالاي دي. ايوه يا دكتور، ايه فينيرد بالاي دي؟ ده ميتال عليه بورسلين. ايوه صح. قلت لك في حاجه اسمها فول فينيرد. ايه فول فينيرد ده؟ بالاي دي برضو، ده ميتال عليه بورسلين. والاثنين دول سميتهم لك الفينيرد بالاي دي والفول فينيرد، الاثنين بورسلين فيوست ميتال. يعني ايه بورسلين فيوست ميتال؟ يعني طبقه من المعدن هتتغطى بالبورسلين. صح صح. اهو طبقه المعدن اللي لسه هتتغطى بالبورسلين اسمها ميتال كوبينج. يعني اللي قدام حضرتك ده لو انا عايز اسميه هقول لك اسمه كده ميتال كوبينج. يعني ايه يا دكتور ميتال كوبينج؟ ميتال كوبينج يعني طبقه الحديد اللي لسه هتتغطى بحاجه ثانيه. يعني ده هيبقى لسه هيتغطى ببورسلين في المستقبل. فاللي قدام حضرتك ده بعد ما اتغطى بالبورسلين، اه ميتال غطيناه بالبورسلين، قبل ما اتغطى بالبورسلين اسمه ميتال كوبينج، بعد ما اتغطى بالبورسلين اسمه بريدج عادي بقى خلاص. بس بريدج الماتيريال اللي متصنع منها ايه؟ بورسلين فيوست ميتال كومبايند، ميتال ونون ميتال. طب ده بريدج؟ لا ده مش البريدج، ده النسخه الاولى من البريدج اسمها الميتال كوبينج. النسخه الاولى بيسموها الميتال تراي ان، نسخه اللي هو مجرد تجربه بس، ايه ميتال بس وخلاص، يعني نموذج من الحديد لسه هيتغطى بالبورسلين عشان يبقى البريدج النهائي. طب ايه علاقته بالكونكتور؟ هو ملوش علاقه ولا حاجه، انا بوضح لك بس على الصوره دي مفهوم. يعني شايف الحديده دي اللي بتمثل الكراون اللي هو الريتينر اللي هنا، والحديده دي بتمثل الريتينر اللي هنا، والبونتك اللي في النص ملتحمين ببعض، ملتحمين ببعض، فده اسمه ريجيد كونكتور. ريجيد كونكتور. طيب انواع الريجيد كونكتور يا دكتور؟ يقول لحضرتك والله الريجيد كونكتور ده مي بي كاست جوينت. يعني ايه كلمه؟ انا بفسر لك كلام مهم جدا. يعني ايه كلمه كاست جوينت دي؟ يعني ايه كلمه كاست جوينت؟ يقول لحضرتك والله ببساطه كلمه كاست يعني كلهم على بعض ملتحمين قطعه واحده، مصبوبين صبه واحده. مش فاهم هو انت متخيل ان احنا عشان نعمل التركيبه بنعملها ازاي؟ يعني احنا بنجيب حته حديد ونقعد نتنيها بايدينا، ولا بنجيب حديد ونقعد نقصه ونقصقصه؟ امال بنعمل ايه؟ احنا بنصبه. يعني ايه بنصبه؟ يعني عارف الكب كيك بتتعمل ازاي؟ بيجيبوا قالب كده على شكل الكيكه، وبعد كده بيجيبوا العجينه بتاعتها يصبوها في القالب ده صح، وبعد كده يدخلوها النار فتستوي وتبقى الكب كيك. صح. فاحنا نفس الكلام، بنجيب قالب على شكل التركيبه اللي احنا عايزين نعملها ونصب فيه حديد منصهر. ها بنصب فيه حديد منصهر. لو اتثبت القالب الحديد المنصهر عشان يملى التركيبه قطعه واحده على بعضها، يعني صبينا دي ودي ودي الثلاثه مع بعض بالكونكتور مره واحده، يبقى اسمه كاست جوينت. يعني اتصب مره واحده على بعضه. يعني جبنا القالب اللي هنحط فيه الحديد المنصهر الثلاث قطع مع بعض، يعني حطيت دي جنب دي جنب دي، وانا وعامل الكونكشن بينهم، وبعد كده مليته حديد منصهر، فالحديد المنصهر ملى دي وملى دي وملى دي وملى الفراغ اللي بينهم، فعمل كاست جوينت. يبقى ايه كلمه كاست جوينت؟
حديد منصهر اتصب بمره واحده ليهم هما الثلاث سوا مع بعض. فطبعا النتيجه حتميه ان الكونكشن بينهم يبقى ريجيد، ده منصهر، ده حديد منصهر واستنيت لما نشف فبقى اتصلب على كده خلاص. طيب امال ايه كلمه سولدر دي؟ انا بس بفسر لك الكلام والله، يعني ممكن اقلب السلايد وخلصنا، يعني ممكن ما اقفش قدام السلايد. الريجيد يا جماعه اعرفوا بس ثلاث كلمات دول، كاست جوينت او سولدر او ويلدد وخلاص، وندخل على اللي بعدها. امال ايه سولدر؟ سولدر ده طريقه اخرى لتصنيع البريدج. يقول لك ايه والله بص بقى الحديد منصهر ونقعد نعملهم الثلاثه سوا مع بعض، افرض يا عم حصل غلطه اعمل كل واحد لوحده. طب يعني هعمل ايه؟ يقول لك صب دي لوحدها وصب دي لوحدها وصب دي لوحدها، وبعدين بعد ما تخلص خالص في المعمل كل ده في المعمل. عارف انت الناس بتوع لحام الحديد؟ هنلحمهم سوا مع بعض. يعني ايه هنلحمهم؟ هنلحمهم فعلا، يعني هنجيب لحام مكنه لحام ونلحمهم الثلاثه سوا مع بعض. اسمه سولدرد. يعني ايه ده؟ يعني بعمل دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، وبعد كده اقوم جايب، عارفين انتوا لو في حتتين حديد اتقطعوا بيلحموهم ازاي؟ بيجيبوا الحته دي والحته دي ويجيب حاجه كده ماده اللحام يحطها بينهم ويسخن قوي 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 فيصهرهم الثلاثه سوا مع بعض ويبقوا قطعه واحده. ده اسمه السولدر او السولدرنج، ان انا بقى يتعاملوا لوحدهم وبعد كده الحمهم سوا مع بعض بماده لحام وتحت ضغط وحراره عاليه جدا جدا، يبقى اسمه سولدرنج. امال اسم ايه الويلدد دي؟ ويلدد دي طريقه ثالثه. يقول لك والله بقى مش لحام، احنا هنصعقهم كهربائي. هتصعقهم هتموتوا؟ لا مش عارف انت، انا همشي فيه تيار عالي هحطهم يعني هعمل كل واحده لوحدها وبعد كده احط فيهم تيار عالي امشي فيهم جهد كهرباء عالي جدا 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 يصهر الحديد ويلحمهم الجهد العالي ده. يبقى لو هتصبهم الثلاثه قطعه واحده على بعض يبقى اسمه كاستد، ولو هتلحمهم بالنار بعد ما يتصنعوا لو كل واحد منفرد يبقى اسمه سولدرد، ولو هتعملهم بالصعق الكهربي وبدرجه او بالجهد الكهربي العالي وتصهرهم سوا مع بعض وتلحمهم بالكهرباء يبقى اسمها ويلدنج. والنتيجه في الثلاثه ان الالتحام قوي جدا قوي جدا خالص، لا يمكن فصله بالطريقه المعتاده، يعني ما اقدرش افصل، يعني بعد ما يتلحموا خلاص هيبقوا الثلاثه قطعه واحده خلاص، ريجيد كونكتور خلاص مسكوا بعض جامد جدا ومستحيل ينفصلوا عن بعض. طيب منطقي جدا زي ما حضرتك عارف، طالما في حاجه اسمها ريجيد يبقى في حاجه نون ريجيد. اللي قدام حضرتك دي ايه؟ ريجيد ولا نون ريجيد؟ ريجيد طبعا، ما هم ماسكين في بعض خالص اهو قدام، هيمسكوا في بعض اكتر من كده ايه؟ مفيش حاجه احسن من كده. طيب اللي قدام حضرتك ده ايه؟ ده كراون لوحده وده بريدج لوحده. يبقى ده كراون لوحده وده بريدج لوحده. كراون لوحده يعني ايه يا دكتور؟ ما هو منفصل لوحده وحد جه ناحيته؟ لا. طب متصنع من ايه؟ اللي جوه ده ذهب؟ ده ذهب متغطي ببورسلين. يبقى ده بورسلين فيوستو ميتال، ده فول فينيرد ده فول فينيرد كراون ميتال متصنع متحوط ببورسلين من كل ناحيه. امال دول ايه؟ ده برضه بورسلين فيوستو ميتال، ميتال ده بس مش ده مش جولد، ميتال بيز ميتال الوي متحوط ببورسلين من كل النواحي، فده برضه فول فينيرد وده برضه فول فينيرد، بس مش هقول عليه كراون وكراون، ده ريتينر وده ريتينر وده بونتك في النص وده بونتك بالنص، والكونكشن بينهم برضه ريجيد لانهم ماسكين هم الثلاثه سوا مع بعض، ريجيد كونكشن. عظيم يا دكتور، ماشي خليني معاك، خليني معاك لغايه لما اشوف اخرتها. اللي قدامك ده ريجيد كونكشن، عظيم. واللي قدام حضرتك ده ريجيد كونكشن برضه، جميل. اللي قدام حضرتك ده ريجيد كونكشن، هو كله ريجيد ريجيد، واللي قدام حضرتك ده برضه ريجيد كونكشن، كله ريجيد كونكشن. ايه ده الكلام ده؟ امال طب ليه بتقول ريجيد طالما كلهم كده؟ يعني امال فين الاختلاف؟ ده الاختلاف، نون ريجيد كونكشن. يعني ايه يا دكتور؟ مش فاهم، انا مش فاهم حاجه خالص. ما بالراحه وانت تفهم كل حاجه. ايه النون ريجيد كونكشن ده؟ يقول لك احيانا يكون عندي اسنان ميسنج كتير. وبعدين عارف فكره العربيات بتاع القطار بتبقى معموله ازاي؟ يا دكتور عارف، كل عربيه ماسكه في اللي وراها. ايوه ماشي. عارف هي ماسكه في بعضها ازاي؟ مش ماسكين ببعض بريجيد كونكشن، امال ماسكين في بعض بايه؟ بنون ريجيد كونكشن. مش فاهم. عارف انت تلاقي مثلا في حديد كده، بس تلاقي الحديد ده مفصله، ولو انتوا بصيتوا قوي على عربيات القطر هتلاقوا عربيات القطر كده ماشيه، يعني دي عربيه اهي ودي عربيه وراها، هتلاقوا العربيات دي ماشيه بحاجه اسمها البول اند سوكت جوينت. يعني ايه؟ يعني هتلاقي ماشي من دي مفصله ودي طالعه مفصله وبينهم بعض هنا دايره حاجه كده بسيطه في النص، وفي كره كده في النص، وهم ماسكين في بعض بهذه الطريقه بنظام الحلقات. عارفين لو انتوا ركزتوا هتلاقوا ماشيه بنظام الحلقات. ايه نظام الحلقات ده؟ يعني مش اللي انا عايز اقوله ان هي مش قطعه واحده حديد متصقه بيهم هم كلهم. ليه؟ لو عربيات القطر دي ماشيه بقطعه واحده حديد، دي كده ماشيه في حديد ودي ماشيه بحديد، يعني دي عربه ودي عربه واللي بينهم كونكشن،
عارف لو واحده فيهم حصل لها اي اهتزاز من اي نوع اللي هيحصل في الباقيين، كل الباقيين هيتاثروا بنفس الدرجه، بالعكس بدرجه مضاعفه كمان. يعني دي اتاثرت دي ودي كله يتاثر، فيبقى اذا الخراب هيبقى ايه؟ عام. فيقول لحضرتك لا انا مش عايز كده، امال انت عايز ايه؟ انا عايز يبقى الكونكشن بينهم نون ريجيد، يعني في شيء من المرونه، في شيء من اللهم صل على سيدنا محمد القدره على تجاوز اللهم صل على سيدنا محمد الاستريسز لما تحصل. يعني لو واحده فيهم اتعرضت لاي ضغط او اي مشكله من اي نوع وجه الضغط يتنقل على اختها من خلال الوصله اللي بينهم، الوصله دي تعمل له ريليز للاستريسز دي، تتصرف هذا الضغط. ماشي، حلو الكلام، حلو يعني، انما ازاي نعمل ده؟ يقول لك والله لو ماسكين في بعض جامد، لو ماسكين في بعض جامد ماشي، عمر الاستريسز دي ما هتتصرف. لكن لو انا جيت عليهم كده وقمت جاي في النص فاصل هذا، يعني الوصله دي جيت كده في النص وقمت فاصلها وقمت موصلهم مع بعض بطريقه انه يبقى فيه تسمح ببعض الحركه، بعض الموفمنت، يعني الوصله بينهم هم هيبقوا ماسكين في بعض وكل حاجه، بس نقطه الاتصال ما تبقاش قطعه واحده، اعملها قطعتين منفصلين وقطعه راكبه جوه قطعه، بحيث ان لو حصل اي اهتزاز من اي نوع تتحرك في مكانها. يعني اي اهتزاز، يعني نتخيل مع بعض ان دي بيحصل فيها اهتزاز من اي نوع، يفضل الاستريسز ماشي 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 لغايه لما يوصل عند النص النقطه اللي هم متلقيين فيها، ويحصل شيء من الحركه، يعني دي تتحرك الجزء ده يتحرك فالاستريسز دي تتصرف. مش فاهم؟ بص على الصوره اللي قدام حضرتك ايه انت تفهم. دلوقتي انا عندي اللي قدام حضرتك ده عباره عن بريدج من اكتر من يونت، 5 يونت، يعني 5 قطع قدام حضرتك اهو. حلو جدا. فين بقى البونتك وفين الريتينر وفين الكلام ده؟ خليني اقول لحضرتك مثلا على سبيل المثال دي هتركب على سنه، ماشي، اللي قدامك دي هتركب على سنه يعني. وخليني اقول لك ان اللي هناك دي خالص هتركب على سنه، واللي في النص دي راكبه على سنه. ماشي ماشي. لو عملت الخمسه دول مع بعض، لو عملت الخمسه دول مع بعض قطعه واحده على بعض، اي استريسز في واحده من قدام هيمشي فيهم كلهم 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 لحد ما يسمع ورا، فالاستريسز هيمشي فيهم هم الكل بالكامل، ويعمل طبعا دامج، هيعمل تاثير تدميري كبير جدا، لانه بدل ما كان مأثر على سنه واحده بقى مأثر على الخمسه سوا مع بعض. يعني لو اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. طب عشان نمنع الحركه دي نعمل ايه؟ يقول لك تعالى كده في النص بين اي سنتين في النص، وحول الكونكشن من كونه ريجيد، يعني ده اللي قدام حضرتك ده ريجيد كونكشن، ده ريجيد اهو، وده ريجيد كونكشن، وده برضو ريجيد كونكشن. تعالى بين سنتين وحول الريجيد الكونكشن ده، اقسمه ما تخلوش ريجيد كونكشن، اقسمه وخلوه مفصلين. لو قسمته وخليتهم مفصلين يبقى ده بريدج لوحده وده بريدج لوحده. يعني لو ما فيش بينهم وصله، انت بتقول لي افصله، اديني فصلته وما بقاش بينهم اي اتصال، ده بقى بريدج لوحده وده بقى بريدج لوحده. معنى كده ان دي متشال على السنه دي لوحدها. مش خلي بالك فين السنان، ما تنسوش، ما انا قلت لك السنه هنا اهي، دي سنه ودي سنه ودي سنه، دي متشال على السنه دي لوحدها مع دي شايله دي لوحدها، دي كبيره جدا 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 ما تستحملش، هتشيل دي هتشيل دي لوحدها ازاي؟ مستحيل. يبقى ده فيلير اصلا كده، ده كده هيبوظ. ليه هيبوظ؟ لان دي سنه شايله سنه واللي شايلها اقوى منها، فده ما ينفعش. ده مقبول لو فصلت الاثنين دول، عملت ده بريدج لوحده وده بريدج لوحده، فده هيتعمل كده بالطريقه اللي قدام حضرتك، قطعتين شايلين واحده في النص، ده مقبول، ده بالنسبه لي تمام لو اتعمل لوحده، وده بالنسبه لي تمام مش تمام لو اتعمل لوحده. ففكره انك تفصلهم بالكامل دي مش هتنفع، مش هينفع افصلهم ببعض، لازم يتعاملوا مع بعض. وصلتهم ببعض كلهم وعملت لهم كلهم ريجيد، مشكله، اي استريسز في واحده هتسمع فيهم هم الخمسه، حيرتني، لا انت عارف تفصلهم ولا انت عارف تجمعهم. اعمل ايه؟ اعمل نون ريجيد كونكشن. يعني ايه؟ وصلهم ببعض بس زي ما عربيات القطر بتتوصل ببعض. يعني ايه؟ فكره البول اند سوكت اللي انا بقول لك عليها، بول اند سوكت. يعني ايه بول اند سوكت؟ زي ما ايديا المفصل ده عباره عن بول اند سوكت، يعني عارفين انتوا في تجويف والعظمه دي راكبه فوقيه بحيث ان هي تتحرك في كل الاتجاهات، يعني كده زي المفصل. عارفين انتوا العربيه اللي بيسموه الايه الدبرياج، اللي هو اللي بيقعد يتحرك في كل النواحي، ده هو ده بول اند سوكت. هو راكب على يعني مكان فراغ اللي هو السوكت اللي راكب عليه ويسمح له بالحركه في كل الاتجاه، فده نفس الكلام. هعمل هنا فراغ، يعني هحاول الكونكشن من كونه يبقى ريجيد لنون ريجيد كونكشن. يعني هتعمل ايه؟ هعمل هنا فراغ في السنه دي وجزء من السنه دي يدخل جواها، فكده بقى متصلين ببعض. حلو، بس مش ملتحمين،
يتفكوا من بعض عادي ويتركبوا عادي جدا مش ملتحمين. طيب ايه الهدف، ايه الحركه دي فرقت معايا في ايه لما عملت الحركه دي؟ لما عملت الحركه دي هاب ان في ستريسز جاي من هنا، تعال نمسح بقى كل الكلام ده، هاب ان في ستريسز جاي من السنه دي، هيمشي في دي ويمشي في دي ويمشي في دي، لحد دلوقتي الثلاثه دول قادرين يتعاملوا، لو كمل هيبقى مشكله. فيقول لحضرتك يجي عند دي كده الاستريسز وصل عند المكان ده، يلاقي المكان ده الاستريسز بيحركه، ما هو لو ملتحم مع ده هو طبعا بعد التركيب كلهم هيبقوا على بعض، هيركبوا زي لعبه المكعبات كده، دي هتركب في المكان الفاضي دي، يعني الحته دي هتركب هنا، بس الاستريسز لما يبقى جواها هيحركها، فكونه حركها يتفرغ مش هيتنقل، خلاص اتفرغ حركها، انا حركها سلايت موفمنت يعني حاجه بسيطه خالص، زحلقها في مكان حركها، ولو حركه محدوده جدا خلاص الاستريسز راح وما عادش عندي اي استريسز من اي نوع، يبقى انا كده قدرت ان انا احل المشكله، مش هيتنقل ولا هيكمل، يبقى انا كده من خلال النون ريجيد كونكتور اقدر اوجد حلول لحالات صعبه، لا انا هقدر افصل فيها البريدجز عن بعضها واعمل ده لوحده وده لوحده، ولا هقدر ادمجهم سوا مع بعض واقول انتوا شيلوا الليله دي كلها. ماشي؟ طيب الحاله دي بتقابلنا كتير، بتقابلنا كتير جدا. امتى يا دكتور تقابلنا؟ حاجه اسمها البير اباتمنت، المنظر قدام حضراتكم ده، ايه البير اباتمنت ده يا دكتور؟ يقول لحضرتك السنه دي اسمها بير اباتمنت. يعني ايه كلمه بير؟ اولا يعني ايه كلمه اباتمنت؟ كلمه اباتمنت معناها سنه او حشو او روت او زرعه بتسبورت وبتريتينر البريدج، فانا عندي سنه، السنه دي هتسبورت وتريتينر البريدج فيبقى اسمها اباتمنت. طب ليه اسمها بير اباتمنت؟ كلمه بير يعني المعزول، المعزول يعني ايه معزول؟ يعني السن اللي وراه متشاله والسن اللي قدامه متشاله، يبقى اسمه بير اباتمنت، يبقى ايزوليتد اباتمنتوس، ايزوليتد يعني معزول، اباتمنتوس عرفنا يعني اباتمنتوس، ويز انتيريور اند بوستيريور تيس ميسنج، ويز ميزيال اند ديستال توس ميسنج، يعني السن اللي قدامه والسن اللي وراه مش موجودين. طيب يا دكتور ماله بقى البير اباتمنت ده؟ يعني ايه ايه قصته يعني؟ ليه؟ ما هو البير اباتمنت ده هو اللي انا عمال احكي قصته دي من ساعتها. دلوقتي انا عندي السنه دي مش موجوده والسنه دي مش موجوده وعايزين نعمل بريدج، هتعمل بريدج ازاي؟ قلت لي هبرد السنه دي اللي باللون الاحمر وهبرد السنه دي باللون الاحمر وهبرد السنه دي باللون الاحمر واعمل تركيبه، تركيبه من خمس قطع، دي اسمها ريتينر هتركب على السنه دي، ودي اسمها ريتينر هتركب على السنه دي، ودي اسمها ريتينر هتركب على السنه دي، واللي باللون الازرق ده بونتك هيركب قصاد السبيس وبونتك هيركب قصاد السبيس، وجميعهم متصلين بريدج كونكشن، وجميعهم متصلين بريدج كونكشن. ماذا يحدث؟ دمار كبير جدا جدا للاسنان دي. ليه؟ مش عشان ثلاث سنات شايلين خمسه، لا ما هم ما دي ده 6 هنا مفقود، ال7 موجود، ال4 مفقود، ال5 موجود، وال9 موجود، يعني لو انت جمعت السنان اللي شايله هتلاقي السنان اللي شايله اقوى من السنان اللي متشاله، لان انا عندي ثلاث سنات شايلين اثنين، صح؟ اهو منطقي جدا. عشان يبقى الالوان مظبوطه، انا عندي ثلاث سنات، ثلاث سنات شايلين اثنين، ما دي ودي ثلاث سنات شايلين اثنين، صح كده؟ صح يا دكتور. يبقى اذا انا مش متضايق من فكره السنان مين شايل مين ومين مش شايل مين، انا مش متضايق من دي. امال انت متضايق من ايه؟ انا متضايق من طول البريدج، اسمه لونج سبان بريدج، بريدج طويل قوي. طب البريدج الطويل ده يعمل ايه؟ يعمل لي مشاكل، لان الاستريسز اللي هتقع عند واحده فيهم هتسمع في الباقي. طب يبقى الحل ايه؟ الحل انك توجد لي حل، الحل انك توجد لي حل. طب ايه الحل؟ يقول لك ببساطه تعالى في مكان من الاماكن دول وحول الكونكشن اللي بينهم لنون ريجيد كونكشن، حول الكونكشن اللي بينهم لنون ريجيد كونكشن. يعني اعمل ايه بالظبط؟ تعالى بص على الصوره دي وانت تفهم، هاجي كده على السنه دي، بصوا هنا كده على الجزء ده، هاجي هنا وافصل البريدجين دول عن بعض، سيبك من الجزء الثاني يعني سيبك من دي، ما تبصش عليها دلوقتي، سيبك منها، ده من ضمن الحلول بس لسه هشرحه لك كمان شويه، ركز معايا في الحل ده، ده الحل اللي انا عايزك تركز فيه هنا. ماله بقى الحل ده يا دكتور؟ الحل ده والله جه على البريدج اهو وفصله، فصلوا، عمل ده لوحده وعمل ده لوحده. يا دكتور استنى، هو فصلوا يعني خلاص اتفصلوا عن بعض بقى ده بريدج وده بريدج؟ لا، لان لو فصل ده لوحده اصبح ده بريدج، الاثنين دول مع بعض بريدج والثلاثه دول مع بعض بريدج، يبقى الاثنين دول مع بعض بريدج اسمه كانتليفر بريدج، بريدج سنه شايله سنه بس وخلاص، 7 شايل 6 وده مش حاجه كويسه، لان ال7 مش اقوى من 6، ال6 هو اللي اقوى منه، 6 في احنا بنتكلم عن ابر 6، ابر 6 ليه 3 روت قوي جدا، الابر 7 ليه 2 روت بس اضعف منه، فينفع ال7 يشيل 6؟ لا. ليه؟ لان ال7 اضعف، فما ينفعش نفصلهم ونعمل ده بريدج وده بريدج، ما انا ممكن اجي كواحده من الحلول او معامل الثلاثه دول مع بعض بريدج واعمل الاثنين دول مع بعض بريدج، يبقى انا كده حليت المشكله،
لا انت مش مقبول الحل ده، ولو عملتهم خمسه مع بعض برضو مش مقبول. فاصبح الحل ايه؟ بص كده، الحل عباره عن ايه؟ جم هنا عند الكونكشن اللي موجود عند السنه دي وحولوا لايه؟ لنون ريجيد اباتمنت، لنون ريجيد كونكتور. هيعمل الثلاث سنات التركيبه دي هتركب في مكانها وتتلزق، تركيبه على ثلاث سنات عادي. ودي هعمل فيها فراغ، الكونكشن اللي ما بين ال6 ده وال5 ده هحوله لفكره البول اند سوكت، لعبه المكعبات دي تدخل جوه دي. فاصبح مش ملتحمين، بتدخل جوه بيمسكوا في بعض بس مش بالتحام، عن طريق حاجه تملى جوه، تملى الفراغ اللي هو الميل اند فيميل اللي هو الكي اند هول، اللي هو حاجه تملى حاجه اللي هو زي البول اند سوكت، الفراغ اللي يدخل جوه حته حديد. ففي على السنه دي فراغ اللي هو منقط قدامكم ده، ده الفراغ كنايه عن جواها فاضي، عملنا جواها فراغ. ودي اصبح جواها حته اكستنشن، حته حديده زياده، دي تدخل جوا دي فيمسكوا في بعض، طول ما هم جوا بعض يمسكوا في بعض، بس ماسكه مش ملتحمه. ايه الماسكه اللي مش ملتحمه دي؟ نون ريجيد كونكشن. فلما يجي ستريس من اي نوع يجي يعدي عند الحته اللي مش ملتحمه ده ما يعرفش يعدي، يجي من الناحيه دي ما يعرفش يعدي الناحيه الثانيه، يجي من الناحيه الثانيه ما يعرفش يعدي الناحيه دي، هيحصل له ريليز، هيتفرغ. ليه؟ ايه اللي يخليه يتفرج؟ لانه هو ماشي 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 اتهز الحته الحديده، ما هو عمال الاستريس عايز يحرك الكل، فجاء عند مكان لقى الحديده اللي هنا دي اتحركت، خلاص الاستريس ده راح خلاص، يبقى انا حليت المشكله. يبقى الدامجنج اللي ممكن يكون موجود حضرتك تحله عن طريق انك تعمل حاجه اسمها استريس ريليزنج عن طريق النون ريجيد كونكشن، عن طريق النون ريجيد كونكشن. واحده من ضمن الحلول الاخرى، ده حل. في حل تاني، ان حضرتك ما توصلش لحد الكناين، لحد قدام كده، تكتفي بان حضرتك تعمل حاجه اسمها كومباوند بريدج. يبقى ده اسمه ايه يا دكتور؟ الحل ده اسمه حل النون ريجيد كونكشن. طب والحل التاني ده يا دكتور اسمه ايه؟ اسمه الكومباوند بريدج. كومباوند بريدج يعني ايه كومباوند بريدج؟ يقول لك والله بص تعالى كده نفكر في الموضوع، اللي قدام حضرتك دي ايه؟ دي ده 7 هيشيل ال6، واللي قدام حضرتك ده ايه؟ ده ال5 هيشيل ال4، خلاص مقبوله هنعديها يعني. هتقول لي يا دكتور بس ال7 مش قوي عن ال6، اقول لك ال6 ما هو متشال بين ال7 وال5. هتقول لي وال4، اقول لك ال5 قوي برضه هيشيله، يعني هتمشي. فامنع ان انا اطلع قدام لحد القناين. فانا لا، طب لما انت عملت كده، انت عملت ده، انت كده قللت السبورت بتاعك، ما انت كده بدل ما كنت بتعتمد على ثلاث سنات بقيت تعتمد على سنتين بس. اقول لك اه دي فعلا دي حقيقه، بس بدل ما كان اسمه بريدج طويل اصبح البريدج قصر. فالاستريسز بدل ما كانت هتجيلي من الشرق والغرب من قدام لحد ورا وتمشي كل ده، اصبحت الاستريسز في مكان اقل، فاصبح الافكت بتاعها اقل. هي دي الفكره، انه انا مش عايز اوصل لمرحله ان يبقى عندي استريس جاي لي من عند الكناين من قدام ويمشي لي ورا 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 لحد ورا خالص كده وياثر لي الكلام ده، فيبقى ده هيبوظ لي الدنيا بالنسبه لي. وعشان كده الحل هيكون حاجه من اتنين، يا اعمل نون ريجيد كونكشن زي الصوره اللي قدام حضراتكم، يا اعمل كانت ليفر من ناحيه اللي هو الكانت ليفر بريدج من ناحيه. يعني ايه كانت ليفر؟ اللي هو يمسك من ناحيه، يعني السنه دي هتكون ماسكه من الطرف ده بس، الطرف الثاني مش هتمسك في حاجه، فبيسموه كانت ليفر. بس ده مش اسمه كانت ليفر بس، ليه؟ لان هو ماسك من ورا اهو كمان، ما دول كلهم ماسكين، وهتفهموا الكلام ده كمان شويه. اسمه كومباوند بريدج، يعني اعرفوها بس دلوقتي، اسمه كومباوند بريدج. كومباوند بريدج ده واحد من ضمن الحلول، ان انا اعمل حاجه اسمها فيكسد فري، فيكسد فري كومباوند بريدج. وده هشرحه لكم كمان يعني ساعة بالظبط، لا مش ساعة، نص ساعة بالظبط هتلاقوني شرحته لكم ان شاء الله. المهم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا كده لحد اللحظة دي المفروض شرحت لحضرتك كل ما يتعلق بالبريدج. انا المفروض دلوقتي حالا هقول لك بقى الكلاسيفيكيشن اوف بريدج، اللي هو منهم اصلا الاخ اللي احنا عدينا عليه دلوقتي. بس مراجعه بسيطه على كل اللي احنا قلناه، انا كل اللي بداته معاك من الاول قلت لك ان احنا هنبدا كمقدمه عن الفيكس بارشل دنشر، فهمتك ان الفيكس بارشل دنشر ده يختلف عن الكراون كتير جدا جدا. الكراون ده حاجه بتركب على سنه، لكن الفيكس بارشل دنشر سنه مفقوده او اكتر، وعايزين نعوض المكان الفاضي ده، فهنعمل بريدج. طب ليه نعمل اصلا بريدج يا دكتور؟ قلت لك هنعمل بريدج عشان السيكل اوف ميسنج تيس، لان لو سبت السنه دي من غير ما نعوضها هيحصل مشاكل كتير جدا، فضلا عن ضحكه العين اتغيرت، فضلا عن انه مش هيعرف ياكل، فضلا عن المشاكل الكتير اللي احنا ذكرناها. النهايه ان انا هعرض على المريض اكتر من خطه علاجيه، يعمل زراعه، يعمل تركيبه ثابته، يعمل تركيبه متحركه. المريض اختار التركيبه الثابته، قلنا له هنعمل بريدج. البريدج ده عباره عن ايه يا دكتور؟ هو عباره عن ارتفيشال بروسيزز بيرمننتلي اتاتشد للاسنان، يعني بيلزق ما بينفعش يتشال، وبيريبليس ميسنج او بيعوض او بيرستور ميسنج توس واحده او اكتر، عن طريق ان هو ياخد السبورت والريتنشن من الاسنان الادجيسنت ليه زي ما اتفقنا. البريدج ده ليه اكتر من كومبوننت. الكومبوننت الاولاني احنا بنتكلم عن
البونتك. البونتك ده هو عباره عن السسبندد ممبر اللي بيرستور او اللي بيرستور السبيس او اللي بيكيوباي السبيس اللي كان قبل كده اوكيوبايد باي الايه الميسنج توث او السن اللي كانت موجوده. وقطعه ثانيه اسمها ريتينر. الريتينر ده بيرستور الابطمنت. احنا بنبرد الابطمنت وده بيغطي الابطمنت بعد البرد فده اسمه ريتينر. وباي مينز اوف ويتش البونتك ده بيمسك في الابطمنت توث صح. البونتك ده بيعمل انكر الابطمنت توث ماشي. وبعد كده الحاجه الثالثه عندنا الابطمنت توث ودي عباره عن سنه او زرعه او روت بيسبورت وبيرتين البريدج ات وان اور بوث اندز. وقلنا بوث اندز يعني ماسك من ناحيتين وان اند بس يعني ماسك من ناحيه والناحيه الثانيه لا. وده سميناه الكانتليفر بريدج. سميناه الكانتليفر بريدج يعني بريدج معمول او يمسك في ناحيه واحده فقط يعني اجي على السنه دي ما برضاش ولا ناحيتها. هو التركيبه تبقى من قطعتين بس دي تمسك في دي ودي تمسك في الاسبيس وخلاص. طب الناحيه الثانيه فاضي ما فيش في حاجه هو ماسك من ناحيه واحده بس. ولذلك بناء على كده احنا قلنا سؤال ممكن يجي لحضرتك سؤال ام سي كيو ايه اقل عدد ممكن يتعمل منه بريدج قطعتين. بريدج من قطعتين قطعه ريتينر وقطعه بونتك والابطمنت من ناحيه واحده بس سنه واحده بس ويبقى اسمه كانتليفر بريدج ماشي. يبقى احنا كده قلنا. وبعد كده عندي الحاجه الرابعه اسمها الكونكتور وقلت لك ده اللي بيجوين البونتك للريتينر. ده اللي بيجون البونتك للريتينر عشان يمسكهم هما كلهم في بعض. وقلنا ان الكونكتور ده ممكن يكون ريجيد كونكشن زي الكاستد او السولدرد او الويلدنج او انه يكون نون ريجيد كونكشن زي فكره الاتاتشمنت. الصوره اللي احنا جبناها للنون ريجيد كونكشن مع اسمها اتاتشمنت. طيب اللي قدام حضرتك ده البريدج بعد ما ركب وده اللي قدام حضرتك في الصوره ده هو الابطمنت. دي ابطمنت توس ودي ابطمنت توس بردناهم دي قبل ما اركب عليهم اي حاجه. دي السنه بعد ما اتبردت عشان تستعد لاستقبال البريدج. اللي قدام حضرتك ده كونكتور ريجيد كونكشن وده ريجيد كونكشن. اللي قدام حضرتك في الصوره ده اسمه اتاتشمنت نون ريجيد كونكشن. اتاتشمنت اسمه كده بريسيشن اتاتشمنت. يعني لما يجي لي ام سي كيو كده ويقول لي all of the following are ريجيد كونكشن ويقوم حاطط لي الكاستد والويلدد والسولدرنج ويقوم حاطط لي اتاتشمنت. كلمه اتاتشمنت ده نون ريجيد كونكشن ماشي تمام. بيسموه الستريس بريكر ليه؟ انا شرحت لك قلت لك الستريس بريكر ليه؟ لانه هو الستريس يفضل ماشي 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 لحد ما يوصل عنده ويحصل له ريليز. بيمنع تسريب الستريسز او انتقال الستريسز واستمرار تحركه بين الابطمنت توس فهو بنسميه الستريس بريكر. يبقى الاتاتشمنت او الستريس بريكر ده اسم النون ريجيد كونكشن. ده جدول جامع كل اللهم صل على سيدنا محمد القطع مع بعض الريتينر والبونتك والكونكتور والابطمنت سوا مع بعض. فلو حضراتكم حابين انتوا ترجعوا له وده شكل البريدج اللي هو الطبيعي خالص اللي احنا عارفينه اللي هو هنا هبرد هنا وهبرد هنا واعوض اللي في النص. طب انا جايب لكم الصوره دي ليه؟ جايب لكم الصوره دي عشان انتوا متخيلين ان طالما هعمل بريدج يبقى لازم ولا بد ان الاسنان اللي هبردها هتتغطى بالكراون بالكامل. مش فاهم افهمك يا دكتور. زي ما حضرتك شايف في الصوره دي ده ابطمنت توس مبرود 3 كوارتر كراون. بص كده على الريتينر بتاعه 3 كوارتر سايب الفيشال سيرفيس. الفيشال سيرفيس مش مبرود اهو بس هو مبرود من كل النواحي. ده 3 كوارتر كراون العادي فده ده الريتينر بتاعي 3 كوارتر والابطمنت بتاعتي اتعمل لها ريدكشن لثلاث سيرفيسز وسيبنا واحد او اربع سيرفيسز وسيبنا الفيشال. نفس الكلام هنا. ده ايه ده؟ ده 7 8 شايف انا بارد كل الابر 6 ده ما عدا ميزو باك الخاص بسايبه. شايف ده 7 8 كراون ده 7 8 كراون ده بارشال كفرج 7 8 كراون على السنه دي و3 كوارتر كراون على السنه دي ولحمهم هما الاثنين في بونتك. طبعا دول مفرغين من الداخل لكن ده مصمت من الداخل وعملت بريدج. فالبريدج ممكن يكون السنان اللي على الادجيسنت ليا او الريتينر ده. اعمل الديزاين اللي انت عايز تعمله. عايز تعمله فول كفرج اعمله، عايز تعمله بوست كراون اعمله، عايز تعمله 3 كوارتر كراون اعمله، عايز تعمله هاف كراون اعمله، عايز تعمله زي ما تعمله. يعني الريتينر والابطمنت اعمل فيهم اللي انت عايزه، لكن في النهايه الديزاين اللي انت هتعمله ده محكوم بانديكيشن وكونتر انديكيشن لسه هتتعلمها في المستقبل. وبعد ما تختار الديزاين المناسب هتعمل ده وهتبرد دي وتبرد دي وبعد كده نعمل التركيبه دي تركب هنا ودي تركب هنا والثلاثه مع بعض ملتحمين عشان ده يملى الفراغ ويبقى انا كده عملت بريدج. فدي حاجه على طرف المعلقه بقولها لكم بس عشان تبقوا فاهمين. فهمنا قصه البير ابطمنت خلاص وعرفنا يعني ايه اصلا بير ابطمنت يعني ايه كلمه ايزوليتد ابطمنت ومشكلته ايه. مشكلته ان هو بيعمل لي ازمه ان انا عايز اعوق انا عايز املى الفراغ ده واملى الفراغ ده فهضطر اخد سنه وراه واضطر اخد سنه قدامه. ده يعمل لي بريدج اسمه لونج سبان بريدج ينقل الستريسز بشكل كبير جدا يعمل لي مشاكل. الحل بتاعي ايه؟ حاجه من اتنين. يا تعمل لي ان هو تعمل لي نون ريجيد كونكشن اللي هو تيجي في النص وتقوم عامل لي مفصله بدل ما يبقوا كلهم ملتحمين تعالى في النص واعمل لي مفصله زي مفصلت القطر عشان اي ستريسز تيجي عند المفصله دي ويحصل لها تسريب وسمينا المفصله دي اتاتشمنت او ستريس بريكر نون ريجيد كونكشن. طب حل تاني او حل تاني ان انا بدل ما اعمله لونج سبان اقصره شويه واضحي بعدد السنان اللي انا هاخد منها سبورت بس في المقابل البريدج قصر شويه فالستريسز اللي تيجي منه او اللي تتنقل منه تبقى اقل كمان
مش بالكثره اللي حضراتكم شايفينه. ودي وادي الصوره والحل بالطريقتين، وده هو ريجيد كونكشن فوق وده نون ريجيد كونكشن. الان حان دور الكلاسيفيكيشن وبها ختام التشابتر ان شاء الله تعالى.